هل أنت مهتم بفنون القتال؟ هل تريد أن تبدو بصحة جيدة؟ تحصل على مهارات جديدة؟ حسنا، إذا بدأت تتمرن لمدة قصيرة، على الأقل حتى أصبحت متحمس. ومثل أي شخص آخر انسحبت وعدت إلى الذات المعتادة الخاصة بك، حياتك العادية. شكرا لك، كنت في رحلة سياحية، لقد كانت ممتعة أثناء استمرارها. ولكنك نسيت شيئا، إن الأمر أعمق بكثير من هذا، العواقب أكبر مما تتخيل. كم مرة ستحاول تكرار نصف الطريق إلى أن تنتهي حياتك، حتى فجأة تصبح لديك بطن منتفخ، حتى تصبح شيخا طاعنا في السن ولا لياقة بدنية بقيت. افعل أو لا تفعل، ليس هناك محاولة. أترى؟ الحقيقة هي أنك لا تتمرن لتصبح بصحة جيدة أو تحصل على مهارات أو بعض الرغبات الأنانية الأخرى. أنت تتمرن لتحصل على الانضباط. في كل مرة تتمرن، أنت تدرب انضباطك ليصبح أقوى مما كان عليه. أي شيء ذو قيمة يأتي بالعمل الشاق. إذا انسحبت الآن، ماذا يقول هذا الفعل عنك؟ انظر في المرآة، ماذا ترى؟ شخص لا يستطيع أن يفي بكلماته، شخص لا يستطيع أن ينهي ما بدأ، شخص لا يعرف إلا الكلام. إذا كان الأمر كذلك، هل أنت راض عن هذا؟ غير نفسك، لأنك تعلم أنه بإمكانك أن تصبح إنسانا أفضل. أي قرص ستأخذ؟ اكتشف نفسك الحقيقية، ثم اهتم كفاية بما تريده في نهاية المطاف. افعل شيئا بخصوص الأمر، تخلص من الكسل والعادات السيئة. هؤلاء الرجال لم يقدموا أي أعذار، لقد شاهدوا الحقيقة في المرآة وفعلوا شيئا بخصوص الأمر. درب عقلك، درب جسمك، درب روحك، تدرب للحياة.